بعد ما صممنا الصفحه بتاعتنا المفروض تضيف الداتا، مفترض طبعا دي كانت طبعا جيت، يعني ده الشغل بتاعنا في حاله الجيت صحيح. المفترض طبعا يبقى في شغل في حاله البوست، يعني لو رجعنا كده في الاب ده كده في حاله ان انت ناديت سلاش هيشغل المين بيج، بس امتى؟ لما بيحصل جيت. لما بيحصل بوست بقاش المين بيج بقى، هيبقى هنا في الاد. الاد هنا لما بيحصل كلمه بوست معناها ان هو دخل بيانات ودس على الزرار فحصلت عمليه البوست. فطبعا مش هنادي على ايه يعني اد برودكت بيج، لا انا اقول له اد ايه، اد مثلا اد برودكت. فاد برودكت بالنسبه لنا هتبقى فانكشن جديده هي المفروض تشتغل. فانا اكوبي مندي واقول طبعا هنا بقى انا كنت بنادي من الروتس بتاعت البرودكت، كنت بنادي على اد برودكت بيج، بقى عندي اد برودكت بيج وعندي اد برودكت. طبعا مش موجود هناك فهتضرب، قلت له صبرا بس عليا، ارجع هنا ادي الفانكشن بتاعت اد برودكت بيج، اخد كوما واقول له والله احنا محتاجين فانكشن ثاني اسمها اد برودكت وبرده على ريكويست وريسبونس وده اهي خلاص. وممكن نرندر اي كلام كده بس لمجرد كده هو يعني، والمسج not working yet ان شاء الله دلوقتي نفس الفكره بالظبط وكل حاجه حاليا يعني هغير الكلام ده. يعني وقت ما ادوس كده على دي، ادي دي كده حاله الجيت. اول ما نسعى على صبر هو لازم ندخل داتا مثلا اهو، دوس على سيف، لازم اختار صوره، اي صوره مثلا، قلت له سيف برودكت، ها بعت لي كلمه نوت وركينج جيت على الصفحه دي، معناها لما دوست فاير البوست. فاير مين؟ فاير البوست. يبقى كويس جدا، يبقى احنا عندنا نوت في فرق ما بين الجيت وما بين مين؟ البوست، واحنا عرفنا الفرق ما بينهم. حلو جدا. انا بقى الفانكشن دي اعمل فيها شغل تاني خالص، عايز اعمل فيها شغل تاني خالص، بس قبل ما اعمل الشغل دوت انا خلاص انا عرفت ان خلاص هعمل شغل هنا في الحته دي بقى، شغل اللي هو ياخد الداتا دي ويروح يضيفها في الداتابيز وكلام زي كده. بس انا بفكر لقيت ان انا اضافه في الداتابيز وتعديل وحذف وبحث ومش عارف ايه، والجدول ده ممكن اعمل جداول تانية وبتاع. فانا عايز الداتابيز ذات نفسها كونكشن هيتم مع الداتابيز يبقى ثابت في الاب، وبعد كده كله بيستخدمه اللي هو بتاع ماي سيكوال ده. فممكن اعمل كده، يعني اعمل ايه قبل الليسن هنا؟ اقول له بص افهموا الفكره معايا، انا عايز اعمل كونكشن على الداتابيز، يعني انا عايز اعمل كرييت كونكشن تو ماي سيكوال داتابيز. حلو جدا. هعمل كونست وهسميه دي بي، ستاتيك فاريبل اسمه ايه؟ دي بي، بلاش ستاتيك فاريبل، ستاتيك كونستنت ماشي دي بي. وده هيروح على ماي اس كيو ال اللي هو الفاريبل اللي احنا عرفناه فوق، وهيلاقي في حاجه اسمها كرييت كونكشن. كرييت كونكشن لو فتحنا كده هلاقي ان في حاجه اسمها كونكشن يو ار اي، خلاص العنوان بتاع الكونكشن ده. الكونكشن ده عشان نقدر نديه له هنبعت له نقط كده جيسون. الجيسون دوت مكون من معلومات اساسيه من خلالها يقدر يوصل بماي اس كيو ال. ايه المعلومات اللي لازم اوفرها له نوت عشان يقدر يعمل كونكشن؟ اولا اول حاجه البوست، والسيرفر بتاعنا طبعا لوكال هوست. طبعا لو الداتابيز موجود على سيرفر تاني ولا حاجه هتكتب اسم السيرفر بتاعك www.com/ ده لو الداتابيز موجود على سيرفر مختلف. ده كده البوست. بعد كده اليوزر نيم اللي داخل، اليوزر نيم اللي احنا بنخش بيه في الداتابيز بتاعتي انا كابتن روت، ونكتب بعد كده الباسورد، بس انا كان ساعتها الباسورد برضه فاضي مفيش مشكله، انت عندك باسورد حط الباسورد بتاعك. والداتابيز اكتب اسم الداتابيز اللي احنا كريتناها، الداتابيز اللي احنا كريتناها كان اسمها برودكتس. كلام جميل جدا. ده كده بنكريت كونكشن تو ماي اس كيو ال. الدي بي دلوقتي ده بقى يمثل الكونكشن اللي تم على الماي سيكوال خلاص. طيب عشان تعمل كونكت خلاص هو كده بس شايل الداتا المعلومات اللي تسمح له بالوصول الى الداتابيز اللي اسمها ماي اس كيو ال، لكن هو ما عملش كونكشن، ما عملش كونكت. عشان تعمل كونكت
افتحه له ادي بي خلاص دوت كونكت. عايزك تعمل كونكت على الداتابيز اهو. قال لي اديني كول باك فانكشن وخد بالك عشان لو في ايرور ولا بتاع. قلت له ماشي مش مشكله, احنا بس نعمل فانكشن كده يديها ايرور وعلى طول كده على الطاير نعملها ايرور فانكشن بالشكل ده. يبقى الفانكشن دي من غير اسم اهي, وهتاخد بس بارامتر اسمه ERR error, وادي الجسم بتاع الايه الفانكشن بتاعتنا الجميله دي. هتعمل ايه بقى الفانكشن دي؟ كل اللي هي عايزاه هي بس ان هي كونكت, ولو ضربت هنعمل حسابنا في ان هي ضربت. فقلت خلاص لو ضربت اف ان في ايرور, خلاص لو كان في ايرور هت ثرو هتضرب عادي جدا وترمي لي الداتا بتاعت الايرور اللي ضرب. بس لكن في ايرور عدى وما فيش ايرور يبقى كده كله تمام. مش عارف اعمل ايه, ممكن اقول له بس كونسول عشان نتاكد بس دوت لوج, نقول له الكونكشن succeeded connection to database or to MySQL شجعينا بقى دماغنا بقى ماشي connection to database succeeded وخلاص. ده لو connection ده الفاريبل ده بقى اللي عمل الكونكشن اللي هو اسمه دي بي ده, انا عايز استغله بقى ممكن في برودكت وفي امبليز ومش عارف ايه وكلام زي كده. ففي عندنا حاجه اسمها جلوبال, وجلوبال دوت بيستخدم في النود على اساس ان احنا نقدر نستخدمه ويبقى شيء اكنه ايه نقدر نستخدمه بشكل عام. فلو قلت جلوبال دوت مثلا دي بي بتساوي الدي بي, معناها ان لو اي حد استخدم كلمه دي بي بقى في الفايلات المختلفه هيبقى مفهوم اوتوماتيك ان ده ايه ان هي ان هو ده باعداداته بالكونكشن بتاعه بكل حاجه. وجينا بصينا كده على عملت سيف, هو رمالي اهو قال السيرفر راننج, وبعد ما قال السيرفر راننج قال لي كونكشن تو داتابيز سكسيدد, معناها ان الكونكشن تم. فمش متاكد, غير بس اي حاجه كده وهتلاقي هو بيحاول يعمل كونكشن ضرب وما طلعش ايه كونكشن صح, يعني الداتا مش مظبوطه. فرجعت لوكال تاني قال لي كونكشن تو داتابيز سكسيدد. طبعا اي غلطه في الاعدادات بتاعت الكونكشنز مش هيخش معايا كونكتد كده. كلام جميل قوي, عملنا كونكشن على الداتابيز واصبح دلوقتي في البرودكتس انا اقدر استخدم الدي بي ده. اقدر استخدمه في ايه؟ اقدر استخدمه في ان انا بقدر اعمل عمليات زي ما هنشوف كمان شويه ازاي دلوقتي بقى نجيب الداتا الفعليه دي من الريكوست اللي جالي, الداتا اللي نقاها اليوزر على الشاشه وارقيها منه واخدها واضيفها ازاي في